بسم الله الرحمن الرحيم. حصان ويا مدحولات برد سبلا المدن المسبيحة عبدي مدحولك وحقيقك عبد الرحمن السيدعي ووضع قول قرن يوه لما نحكم برد سبلا لان وحن كلاو السلام ويا السلام قيمة لا عنكو السلام ويا اصحاب تقرك برد سبلا لان سدح اسبقرن انا قو قاد قدوم اياها نافذ السبلا لان سبلا لان سبيلتي على هنالي كبر قرسيش وكوبدا وحن كوعد صنعنا سامي أن كل هاي الحكومة إن أن كهلو بالحولات برد سبلا وحن كفرين إن أن وسارت كويا إنه تتكن نافضاه أي وسارت كويا شن تبرد سبلا أو أي كويا شن وسير كم ذا أو دريم يه وحى دريم يان وحى أي بهن يه وحى كعبر يان وحى أي دون يان وحن كل كفرين بالحولات برد سبلا تدمير تسلا ما سدير تسلا مدن مدحويلي حكومة سومنلان عن كولكولين انت عن كولكولين اللي بيا اساس تقري وحنو سنين انت تدوي لا تكسر لا بس تدوي لا تكسر لا بدات كعقا قبا وحا قيب سنين او ها غرتين بلاي سويدي ولا هرتو يا سامي قدي لها مدن مدح وين حكومة دي وانو كغتن لها تستور كلا مردقا ايو على كانو صور دمانينا مردقا ايو كيانو صور دمانينا مردقا ايو ان عنو كغتنو على كي أو أنو سامي كي أنو كلهن حتى شقاره كي حلي شبكة جلي وسوق بري حتى أنو كقبضه وهم كلام بدل ما يحول كل شيء جيه هدي أنو سارد ويني بدل ما يحول ويني تقول أنو هيدا وحنا قبضه الله وضد كمرك قف كنافلة يا نافه وهالك مرك ضد كوه الله برو ما هالناف بدل ما يحول بدل ما يحول كلام عطسنا بري يا قلبيت بقى إن اسكو والله دي صدت كنافلة وحبر الشو اعتراف سي الله هلا عالم الله السنادي اعتراف سي الله هلا روح عرياني عبيها الله كعبان له عالم الله السنادي اعتراف سي الله هلا روح عرياني عميها الله كع انت هسي وحن لها هاي ودنا مدح وين وحن كلوان وكاع عطرين دي ميل وبحث كور كيسا تولوي كي يقول بالله يدق بوي كي لا عاسي بدا وحث كور كيسا قوبي وحبان الشرع ادتك عقاقوي وحث كلوان أركيسا سابي كستو او مانت السبالان دهي الله waxa qaybsanay dadkii caga qabay dadkii indhaha lahaa dadkii dhigaalaha iyo dadkii cagaala saamigoodi yaa u dhaartay yaa ugu maqan yaa u haya xalayto waxa ka hadlaysay hindi jacaylsi ay ka hadlaysay kootada dubarka yaa been dhawada di hadii aanu leenay wasiir naafa ama indhala ama cagaala ama dhigaala wuxuu dareemi lahaa baahdiisu waxay qabto mudan madaxweyne di kootada waa weynay qolayaasha qaranka waa ku weynay إن البرلمان سومالي لا ولي اسمه ويدين ولي كبير دودين حركة نافضة ما هو واحد دستور كوكو قريت تبريد سومالي هل كان واحد قوية دستور تبريد سومالي هل كان واحد قوية دستور تبريد سومالي ما دستور تبريد سومالي لان ما أرانا يو تدك النافضة ما أرانا يو تدك النافضة waa ba kubala hadalka dadka indhaalay ma oranayo dastuurku waa kubala ha dadka dhigaalay ma oranayo dastuurku waa kubala ha mudan badax weyni kaamiyana laga way hadii kaan ku jiro wey waxay aanu lahayn meeye shaqala malihin shaqala hadir la soo gudbiyay Soomaaliland oo korbeer ba ku soo sibay waxa soo helay 8 qof oo naafa oo shaqeeya ma hadba wax baba بلدتكي إن عياق بده دولت يا شعب بالسويدية تدك الحلقة كسارا وأنت ما قدر قف كقول جهوس سرتشيفة اللي جين تلاقيت تقصو بحي لوجو إما يج هبين بركة الآن دم دو بحي بالسويدية النور أمير كيسية ما كيسة قوا بالقف كستو جرا له سويدي وياه وخصو بيه هي هادو دول كهذا تلاقي قاضي يا الكرسي جي على نوري هي على هيسن ee gaadhigu u fuul lahaa aan haysan ee goobti wax ka baran lahaa aan haysan kii dhala wax la leeyahay way dhooli walcay af laga dalo u daraya kii curyaka iska daa isaga gabadhii wax la leeyahay gabadhii laan garee arurtu isba wax la leeyahay idan laan garee waxaan leeyahay dadkan ma aha naafo laakiin waxa naafa dadkii la leeyahay dadkan la lool lahayd waa naafa dadkan la lool lahayd baa naafa beesha caalamka waxa qotsanayna bal hadda in ay dadka Soomaaliland ka caawiye doorashooyinka waxaan beesha calab ka codsanayna
إلى النافرة الثانية جديد لها إلى دور شرطة بيبنا لقنا فاربيش عالك وزو كذين وأيو حسب يدو ألان كامي أوران حسب يقول مو قران وحسينة يا صدح بنود باسينة يدك النافرة مدو قرياشة السينة يا مدو حسينة يدو قرياشة مدو حسينة يدك الانقرياشة هذين من صدح قرى النصية أو سيقال حبنود أي نصية كوتو ويدو كويري لكن واحد كو عطيني بلدك تدوير تسلم العدين أنا قال شيء وانو علينا خلينا له وعضية كده قال إنه وعضية كعريا كهيج الجورا اللي ينو وعضية أنا قال إنه وعضية اللي ذكر عقق قوى أنت عقل له دين له يعني وح كلا كرا هسا دور كان أنا قال إنه وعضية وانو له أنا قال بشر الحينا أنا واحد بشر تاج الجولا وكيل ذا تبرد سبل لان بهد السيبلك وتاج بالا وهم كده دون له سبيلا كرك إن أنا كهلا كراسي أبنا ومن عاصمة إلى إلى أيوة ما شاء الله يا هذا عرقابه إلى أيوة سيلع ما نقع عضيه بارك الله دون حسبي ذكرك هذي هند حسبي عدالة يقو بس هستا يقو بس شيء ذا ليه تذكر عجيم موجع وردي أنا وأم سلمى أم سلطان إنه وحنا ذلك وحنا كلها يبين كدورينا هيا ذا وحنا كلها يبين كدورينا حكومة ذا وحنا كلها يبين كدورينا كلها وكيلة ذا وحنا كلها يبين كدورينا كجورس ذا وحنا كلها يبين كدورينا كوسيلة ذا وحنا كلها يبين كدورينا وردت كنا العقل قبل بلدي بيسقون دغدغة تك كين نافه كي وحلا برا ما هنافه ورسام سيدام كوا نكوا هنا هنا وحلا برا إلهي ما إلهي إلهي حوج سبحانه وتعالى هل يتسو مية سمية أفوح برتية غفا عبرا من الملح وين ما تماشير يقلب أنا لوي وأحكي دين لوي تماشير يقلب من لوي هدي وأحكي أنا لوي وأنا وأحكي أنا سوي تماشير يقلب يا ثورة من لوي هيا ما أول بحب حين يا تكوار هالشيء بحيا قفك عريك هقول له تروح وبك هنا سامي أي سير يا نمشي هذا أرك أرك واحد هاي أرك ما نقوم بدون السمال لان بكا صور والسمال لان السبيلة تأنا سمارتي وحنقول عصيرنا هيا لا تبرد السمال لان إن أي نعويان أو كوا يجا أور هيا تذكر نافرة يمشي تشوجان ee ka uriyan ka gurga hoos isku ka langaraha ku og dabada ka indhaale ku og aan aqalka gudhiisa waa in wax loo qabtaa hada waxa jira la yaabanayo kale waxa jira hay'ado aan u geeyney cod oo dadka baqal iyo muqaalba aan soo dubnay aan u geeyney waliba u soo raacinday 10 wasiir oo maanta jooga waraaqay noo qoray ama agaasimayaal 20 ama barasaabo ama maayro hay'adii uu joog ka bahay hayaan bal kama madaxweyne ba waraaqahan u geeyney ba wasiirada iyo codsigaadu sharci ahayn mise way ka sareeyaanoo meel kale laga kuba anigu wuu qawayay moorna iyo heeble hayaan u geeyney u tagna way soo giyi waxaan ka codsanayna madaxweyne maalintii way shirki wasiirada ugu dambeeyay khamiistii waxa laga hadlayay wax qabadka hay'adaha war wax qabadka hay'aduhu dadka naafada u qabtaan lagu daro baa loo leeyahay hadalka dadka naafada hay'aduhu waxay u qabtaan lagu daro xeerkii naafada la hadlay shiriyo doorashada waxaan ku leenahayna hal loo sheego waxaan leeyahay intaan doorasho aanay dhicin intaan idinku qabsan dadkii lacag qaba intaan istijiidan warta wax loo diiday wacyigelinta macaqal galba in shaqayna la siiyo baahnaay in la ganacsi nolol abuuraan u baahnaay in beero dhalo sameeyaan u baahnaay in wax dhalo baran u baahnaay in dib anaga dib u dhisna oo sameeyaan u baahnaay qof kana socon kareen ee aan tahriib kareen ee aan lugay kareen ee indho wax ku arkaa lahayn ee lugaha ku socda lahayn ee dhaga wax ku baqla lahayn yaa u dhaartay yaan bitala hal iswaydiyo waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka dastuurka jabhada Soomaaliland intaanu ka helin saamigeyga inaan doorashada baban lagu caawin hay'ada Soomaaliland khashaqay waxaan leeyahay hadii dadka naafada xuquuq u waayaan sidee la tusay lama sagaal la tusay lama dhicin qof naafa oo hay'ad weerara qof naafa oo wax rabsho ma u dhicin waxaan u sheegaynaa haddii ka weelay dadka naafada waxay u qabtaan hay'ada waxaan u sheegaynaa dalka iska baxaan dhamaantoodba waayo ka gaariga wada waa mid caga qaba ka hay'ada wada mid caga qaba karaashiga sida mid caga qaba ka u geeynaa mid caga qaba ma aha aqal gal waxaan leeyahay madaxweyne waa inaan helaas sharbaka gaadada 900 soo deeyay shaqaal u qaadlay shaqaal aan nafal maxaa lagu jiraa shabaka galay leh su'aasha waxaan u diray shabaka galay bal dadka naafada qaranka u soo tiray koobay bal ha ka sheegay media waa yiraahdo
gobolka intaas qof oo jooga anaga hayna liiskooda sagaal qof baa noo shaqeeya baa subaan laba shaqeeya ila Allah saxaanood ila macal galba ma aha waxas wax suurtagal ma la yeelin ma la qaadan karin dadan waxba ahay baa ka sheekeya mudan madax weyni haddii uu sirreen sida hindaan u hadli lahayn oran lahayn kootada dumarka u hadli lahayn nin wasiir oo nafaadii uu noogu jiro wasaaradaha ama hayn dhalaado ama hadhagala aad ama ha lugala aade haddii qof naafay ku jiro wasaarada wasiirada sida hindu oran lahaa kootada naafada ka hadli lahaa mudan madax weyni waxaan ka codsanayna ka dhaawacay hore u dhaawacayna waad ogid meelaha ku dhaawacay kuwa dambe waa albaab furan lagu soo biiro labada kuwa caqliga xun iska dilay sida hadda reer bariga kale oo wacgelin aanu ballaaran ka sameeynay oo dagaalka wax laga faa'iido u yahay naarta oo la galo iyo curyaanimo lagu soo biiro ama ha lagu dhabeelo ama ha lagu dhagabeelo ama lagu dhaabeelo dagaalka labada qodob laga faa'iideeyay reer bariga waxaan leeyahay war wixii dhintay dhintay ilaahay inuu naxariisan maayo dad baa ilaahay inuu naxariisto ilaahay inuu naxariisan maayo waxa kale laga faa'iideeyay curyaanimo ama caamiyo ama dhagoon miday dhagaha goosatay miday indhaha goosatay miday dhagaha lugaha goosatay caqli keena inaan lagu soo birtaan maaha waxaa kaloo leeyahay xukuumadda soomaaliland iyo golayaasha guurtida iyo baarlamaanka war dad kale albaabka furana kiina siibtaa kiina siibtee barbarka ku siibtaa wuxuu ku soo biraa naafada kuwa gaadhigu loo dhaca waxay ku soo biraa naafada maxaa u qorshaysteen ajal dahe bay idin ku jiraan weli bay suujada ma ka doodeen wax badan ba ka hadashaan ma odhanayo waxaasay ka hadashaan labada golo wax badan bay ka hadlaan maalin walba waxbaa kororsitaan mushahaar baa la kordhiya waxaanu weyday xafiis kule noolagu dilo miisaaniyadda qaranka kiro xafiis oo noolagu dilo miisaaniyadda qaranka aanu weyday xaq ma u leelahay xaq ma u leelahay hal qof oo shaqalaan baan u weyday xaq ma u leelahay waxaa leeyahay labada gaadhigu la dhaco way nagu soo biiraan labada marbarka ku siibta isfeera way nagu soo biiraan ya waxaanu leeyahay bal dadkan ha la isweydiiyo cidda u maqan cidda madaxweynaha u ah cidda u dhaaratay waa muuse bixi waxaan leeyahay haddii kuwii hore na gabeen adigu ha na gabin bal madaxweynaha qabsanayna adigu ha na gabin asxaabtana waxaanu leenahay xisbiya dambe oo dadka soomaaliland ee codeeya waxaan ka codsanayna inaan xisbi dambe loo codeeyo ilaa u caddeeyo naafada wuxuu yidhi ilaa naafada inta ay leeyihiin u caddeeyo waxaan ka codsanayna dadka soomaalilandarka dabad iyo gudaba waxaan u dirayaa inaanay fartooda bixin ilaa naafada kuwa indhaala iyo kuwa cagaala iyo kuwa dhagaala ilaa xisbiyadu sheegaan waxay leeyihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaanad ka bixin waxaad sheegtay inaad u sharaxan tahay doorashada soo socota haddii eebba ka dhigo iyo mudanayaasha golaha wakiilada kolley musharaxiintuna ballanqaad bay sameeyaan in bulshada xilka lagu dhiibto haddii aad kusoo baxdo insha allahu waad kusoo bixi doontaa ee markaad xildhibaan noqoto xilkii bulshada sideed uga soo bixi doontaa dadkii cagaa qabay horta badan bayan odhan jirin waxbaanu qabanayna waxay wax u qabanayeen dadkii cagaa qabay dee horta anaga laftayadu haddii aanu sanaa wax qabta waxaanu ku bilaana waxqabadka iyo kuwa caga qaba iyo kuwa indhaha qaba iyo kuwa dhagaa qaba ee annaga waxba noo qaban waayey baanu iyaga waxuqabanayna waanu waxuqabanaynaa yaanu doonayna inaan waxuqabanna haddii haydno waa kuwa indhaha qaba ee indhahooda waayin ee dhagaha qaba ee dhagahooda wax maqlaya ee cagahooda qaba kuwaasaanu sinaa haddii lahayd ma waxuqabateen kadib markaad kuwa waxuqabanno baanu sinaanay kuwii kabidka haydeenna haddii lahay qadiro aad waxuqabateen waayo waxaan usoo kala horreysiiyey ma odhanayo dadkii naafada ahaa herade habaan yacani waxu qabanaya aniga oo iyaga u socda aniga oo iyaga ka socda anigoo iyaga codkooda ku doonaya naafada waxaan leeyahay war alxamdulillah rabbaynu taaganay inagu naafo manina waxaanu naafo ah kuwaayu la nool lahay haddayna kuwa wax usiiskiin baa miska la fuulo leh tii baa dhab noqotay tii baa dhab noqotay waxaa miska la fuulo leh haddana waxaa baqa dan yartaa baqda waad ogtay waxay ka baqdaa qaasatada waxay ka baqdaa jijaarkii waxay ka baqaan maalqabeenkii curyaankii wuxuu ka baqaa kii cagaa qabay iyo kii indhaa qabay buu ka baqaa waxaanu ka codsanaynaa caalamka bal annagay somaliland wax naloo qaybiyo